هوريكم المكونات بتاعت الكيكه البراونيز او الشوكليت كيك. انا برضو جايباها مش هعملها، انا قلت بلاش اضيع الوقت في ان انا اعمل الكيكات دي، احنا عملناها قبل كده وان احنا نشوف بنزوق الحاجه ازاي. عباره عن دقيق ولبن وسكر وبيض وبودره كاكاو وفانيلا وبيكنج باودر. اول حاجه هقولها ان دي هتتزوق بالفارماسيل الاخضر والابيض، ومفروض كمان الاحمر بس انا ملقتش، قلت ممكن احط الشوكولاه اللي فيها الوان احمر، بس هي هتبقى حلوه جدا لو حطينا كمان الفارماسيل الاحمر. ومعانا الشوكولاه اللي ممكن نلزق بيها الحاجات دي. ممكن نبتدي بقى نحط كده صوص الشوكولاته واسيحه كده.